السلام عليكم خوتي. اليوم عندنا بولو 2015 1.0 ضبط لها لابوط على جال كانت الديسك مازال يمشي لابيتي صح شويه شايحه الجيلبيتي شويه شايح بصح نورمال متراسي بي جبنا هذا اوتوماتيكمون اغريسيو لازم اغريسيو توجور الجيلبيتي تاعها ميم جديد نحطوا له لاغريس بيجي لومبرياج سوبل مالغري لومبرياج تاعها وبالزيت بصح بيجينا سوبل نغريسيو ديسك تاعها دوريجين يجي ساش هاو نتسكو تشوفو فيه دروك اوبليجي نركبو جديد ونشوفو معاها هذا هو والسلام عليكم.